والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني أخواتي أبائي أبنائي أيها الزوار أيها الضيوف مرحبا بكم في قرية المادية مرحبا بكم في قرية المادية إخواني نشكر أبناء هذه البلدة الطيبة على ما يقدموه لهذه القرية نشكر كذلك السادة ضيوف وممثلي المؤسسات على هذا يعني اللي شرفونا بحضورهم وبارك الله في جمعية المستقبل اللي راهي تدز فينا القدام وجمعية الحي كذلك والجمعيات الباقية الأخرى إن شاء الله تنشط وتقدم لنا نشاط وتحيا الجزائر وتحيا المهدية وشكرا لكم إخواني شكرا لكل من تحق بنا اللحظة وأذكر بأن المهرجان هو مهرجان العالمي للنظافة والمصادف أو الأسبوع العالمي للنظافة والمصادف كذلك لعيد الشجرة ها هي جمعية المستقبل قرية المهدية تنظم الأسبوع صوتية إدارة الشباب المغير تحت إشراف الأستاذ والمايسترو جمال بودودة تحية للمجموعة كريم قادري وبشير الزمالي وإلى غيرهم تحية إليهم كذلك إذن بدون إطالة وحتى لا أطيل يتفضل السيد رئيس الجمعية في كلمة ترحيبية الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أرحب بضيوف الكرام ممثل محافظة الغابات لولاية الوادي ومحافظة الغابات بالمقاطعة الإدارية المغير وممثلة مديرية البيئة والدكتورة زغيدي وكل من المنتج هركوس عبد الرزاق وأرحب بأعيان البلاد وأشكر كل العارضات والعارضين المشاركين في إحياء هذا الحفل أشكر الأستاذة صالحة بن الأخضر على المجهود المبذول خلال هذه التظاهرة واللي قبلها وأشكر شكر خاص يعني لأعيان البلاد وأشكر ممثل الموارد المائية والبيئة بالمغير ورئيس الحركة التنسيقية الجمعوية بالمغير عبد الله مرزوق وأرحب بكم يعني حتى بدون هذا الحفل مرحبا بكم في كل الأوقات وشكرا الرحيم نيابة عن السيد المدير المنتدب للموارد المائية والبيئة سيد كمال حنا أشكر جمعية المستقبل لحماية البيئة والطبيعة على تنظيم الأسبوع الأخضر لقرية المهدية بمناسبة الأسبوع العالمي للنظافة واليوم العالمي للشجرة والمجهودات الكبيرة التي بذلتها هذه الجمعية رغم حداثة تأسيسها إذن تحية من رسمية من المديرية المنتدبة للموارد المائية والبيئة لهذه الجمعية والتي سنبذل كل الجهد لدعمها في المستقبل إذن بهذه المناسبة باسم المديرية المنتدبة نحيي هذه الجمعية والقائمين عليها شكرا سيد محمد بورحلة أيضا تحضر معنا أستاذة هباز ممثلة مديرية البيئة لولاية الوادي ندعوها لكلمة بالمناسبة فتفضل مشكورة تحت تحياتكم بمناسبة هذه التظاهرة يشرفني أن أمثل السيد مدير البيئة لولاية الوادي وأنقل لكم مدى اعتزازه
وتشكراته وتشجيعه لمثل هذه المبادرة التي تسعى جاهدة إلى حماية البيئة ونظافة المحيط والمجهودات المبذولة لذلك، فهو ممتن لكم كل الامتنان ويشد بيد جمعية المستقبل لإحياء وغرس فضاء بيئي. تحية خالصة إلى جمعية المستقبل لهذه المبادرة الطيبة لتحسيس وتوعية المواطنين على ضرورة ونظافة المحيط وغرس